بداية أخبارنا هتكون لمتابعة القمة المصرية الأمريكية اللي هتبتدي بكرة إن شاء الله ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي من المتوقع إنها تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط. السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قال إن زيارة الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن دي جت تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سلسلة من اللقاءات اللي جمعت الرئيسين، والهدف طبعا تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة اللي بتربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وإن الهدف الأخير هو تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولتين وللشعبين، وكمان مواصلة المشاورات الثنائية بخصوص القضايا الإقليمية وتطوراتها. عندنا كمان بيان خرج من البيت الأبيض بيقول إن الزعيمين هيبحثوا البناء على التعاون القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والدور اللي بتقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي. كمان مباحثات الرئيسين هتشهد تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والأزمات طبعا الموجودة في المنطقة واللي بتزداد تعقيد، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وطبعا القضايا دي بتحظى بأولوية كبيرة للدولة المصرية، بالإضافة كمان لمتابعة ومناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها طبعا من الأزمات اللي بنعاني منها للأسف الشديد في منطقتنا العربية.